كل شيء طبيعي مطلوب اكثر شيء، تمر هندي، الليمون، الجلاب. رمضان جو حلو، رمضان يعني ما في احلى منه، الخير البركه وكل شيء بتلاقي احسن من قبل. يعني كل رمضان بتحسن الحمد لله. احنا من الصبح بيطلعوا يبلشوا باب الاكل، ببلشوا يطلعوا يجيبوا حسب الطبخه اللي ناويين يطبخوها وكذا، فبصير الفطور، بعد الفطور بيطلعوا بقى على الجامع، بيخلصوا من الجامع وبلشوا بقى على القهاوي للسحور. كل عام انتم بخير. العرس والشراب مو يعني شلون مخصص لرمضان، يعني اوقات رمضان هو لرمضان بس خصوصي، اكثر العالم ترغبوا برمضان، ما له وقت معين، بس اكثر شيء بيرغبوا برمضان بالعقب خمرها لساعه زمان ساعتين زمان، وبعلي عليها المي تقريبا شيء 3 ساعات لا تتصفى منيح مزبوط يعني، وبخليها على مهلها المي جاهزه، ما بس مو اكثر. قال بتخلي الواحد الصايم ما يعطش بالنهار، يعني طوال النهار انه بتعطيه انه رطوبه. بس رمضان كريم، اهلا وسهلا. هذا السوق شعبي وكل العالم تجي عليه بتقصده، يعني كل الاماكن والحمد لله رب العالمين. التمر كثير برمضان الحمد لله رب العالمين، هو من السنه يعني انه التمر والعالم كله يعني بتاكله، يعني خصيصا برمضان يعني بصير اقلاع عليه اكثر وشغل عليه الحمد لله رب العالمين. ايه في انواع، لكان في اكثر من نوع. والله هلا كل واحد يعني بيطلب شغله، بيطلب ميزه، يعني كل واحد بحب شيء الحمد لله. والله هلا العالم يعني في ميزات، يعني في تمور العالم تختاره هي بتحبه، انه يكون طريق، يكون يعني له اكثر من قصه. ايه كل واحد بيختار نوع. مثلا في الرطب هلا شغال كثير عنا هون، بينباع كثير، في الخنيزي، في الخلاص، في الساير، في منه اماراتي، في منه عراقي، في منه ايراني. ايه الحمد لله رب العالمين. اجواء متملك، شايف العالم كله مفروده مبسوطين، واجواء خير كلياتها، رمضان كريم عم يعمل مع الجميع، بيساعد هلا برمضان. اجواء رمضان يعني صحن الفول هذا شغله يوميا على يعني على فطور الفته الفول بشكل يومي. ايه اجمالا. ايه نعم. والاجواء الجو بارد كمان بتعطي ايه نعم فرصه اكبر.